مجلس إدارة طرحنا اللائحة للحوار المجتمعي، قعدنا مع أطياف كتير، عملنا مجموعة من الورش. النهاردة اللجنة المركزية للائحة جت في زيارة في استضافة اللجنة الأولمبية، طرحنا عليهم بعض الاستفسارات اللي احنا كنا عايزينها بشكل عاجل، منها عضو الفرع وعضو العامل، عضو الشيخ زايد وعضوية مدينة نصر. هل ينفع نعمل كوتا للمرأة في عضوية المجلس؟ كل الاستفسارات دي واستفسارات تانية كتيرة طرحناها النهاردة، ويمكن هيجي لنا رد مفصل على اللائحة كلها يوم السبت إن شاء الله من اللجنة الأولمبية. احنا سلمناهم نسخة من اللائحة وهيقدموا لنا نسخة يوم السبت إن شاء الله بكل ملاحظاتهم، واحنا هنبدأ ندرسها إن شاء الله، وهيكون في لقاء، بس اللقاء اللي جاي هيبقى في ضيافة النادي الأهلي يوم الأحد الساعة 3، هيبقى المهندس هشام حطب وبعض من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. احنا الأول فتحنا الموقع بتاع شارك، جالنا حوالي 1247 لحد دلوقتي، كلها بتتراوح ما بين من 12 ل 15 مادة. المواد كلها بتدرس، احنا عدلنا 6 مواد في مجلس إدارة قبل اللي فات، والمجلس إدارة اللي فات عدلنا 7 مواد، ويمكن في 9 مواد كمان احنا طرحينهم كلجنة مركزية على مجلس إدارة اللي إن شاء الله هيبقى يوم الاثنين اللي جاي للتعديل. احنا بنستجيب لكل ملاحظات الجمعية العمومية، كل الملاحظات اللي بتتبعت بندرسها بشكل كويس جدا، واي حاجة قابلة للتعديل احنا عايزين نوصل لافضل نص، عايزين نوصل لافضل لائحة، لائحة شارك فيها الجميع، لان في الاخر عايزين نطلع حاجة تليق باسم النادي الاهلي وتاريخه. كل واحد في اعضاء الجمعية العمومية سواء من اعضاء اللجان او سواء عضو جمعية عادي او سواء متخصصين، كل واحد حس ان هو ليه دور وان الملاحظة اللي بيبعتها بتتعدل او ليها مردود. فالنهارده كل ما مجلس الإدارة بيستجيب لملاحظات الأعضاء الجمعية العمومية بتدي دافع لناس كتيرة إن هي تتحرك وتقرأ وتكتب ملاحظات وتبعتها، لأن النهاردة أنت لقيت اللي أنت بتعمله بيجيب ليه مردود. فالنهاردة لو إحنا ما كناش استجبنا كمان للتعديلات دي، كان الناس تحس لا إحنا ما فيش حوار مجتمعي، لا إحنا في ديالوج بيتم بيننا وبين أعضاء الجمعية العمومية، أي ملاحظات بنتناقش فيها، أي حاجة قابلة للتعديل بنستجيب فورا. كان عندنا هدف من البداية في موضوع تفعيل دور المرأة، مبدئيا لجنة المرأة نصينا إن كل اللجان يبقى في نسبة للمرأة، كنا عايزين نستكمل ده بإن يبقى في كوتا في مجلس الإدارة، بس في كلام ان هو غير دستوري. احنا هنشوف في الاخر رد اللجنه الاولمبيه، واحنا نتمنى يعني احنا نتمنى يبقى في كوتا للمراه في مجلس الاداره، واحنا سعداء بمشاركه المراه، واحنا يعني لان المراه في الاخر يعني النهارده في النادي الاهلي هتلاقي ان المراه هي اللي بتنزل، هي اللي بتنزل الجمعيه العموميه، هي اللي بتبدا تشارك، واكثر واحده حريصه على المشاركه، فاحنا حابين ان هي يبقى ليها دور، واحنا بنتحرك في الاتجاه ده يعني، والحمد لله تمت في اللجان، ويعني هنشوف بقى نشوف راي اللجنه الاولمبيه فيما يتعلق بكوت المرأة في مجلس الإدارة. حالة الزخم اللي حاصلة وحالة الحراك اللي حاصلة في الجمعية العمومية، احنا بنتمنى النهاردة النادي الأهلي بتاريخه وبقيمته النهاردة ان هو ننزل كلنا ونشارك بعد ما نوصل لأفضل منتج لائحة تفضل نفضل ننقح فيها ونعدل لحد ما نوصل لأفضل منتج، وفي الآخر ننزل كلنا نصوت على لائحة تليق باسم النادي الأهلي. النادي الأهلي شفنا أندية كتيرة اعتمدت اللائحة بتاعتها بأعداد ضخمة، النادي الأهلي مش أقل من الأندية دي، النادي الأهلي طول عمره رقم واحد، وإحنا منتظرين مشاركة ضخمة إن شاء الله في يوم 28 سبتمبر.